شاء الله كابتن كبير محمد صلاح ممكن يكون له دور بإذن الله إن شاء الله في حصولنا على البطولة دي، وممكن يؤدي أداء زي اللي بيأديه في ليفربول إن شاء الله، وأتوقع أن يبقى مع الكابتن محمد شريف بإذن الله. وأتوقع إحنا في أسوأ الظروف يعني ممكن نوصل للدور قبل النهائي إن شاء الله في مباراة نيجيريا بإذن الله، ربنا هيوفقنا وإحنا كلنا الغلبة إن شاء الله. إن شاء الله كابتن مروان حمدي بإذن الله، عشان هو اللي كان أفضل مع سموحة وهداف يعتبر. محمد شريف إن شاء الله هو الأقدر على قيادة الهجوم لأن هو الهداف طبعا بتاع الدوري. مصطفى محمد، عشان هو مقدم أداء مميز مع جلطة سراي. هو بتمنى يكون محمد شريف طبعا بالأرقام أحسن رأس حربة في أفريقيا، بس المدرب ممكن يكون له وجهة نظر تانية زي ما شفنا في البطولة العربية. يعني هي طريقة لعب مدرب كروش، أنا متوقع يعني مصطفى محمد هيبقى هو المهاجم الرئيسي ومحمد شريف هيبقى تحتيه على طول، لأن محمد شريف بيقدر يخلق فرص للمهاجم اللي قصاده، بيقدر كمان يلعب مهاجم هو كمان مباشر، هما الاثنين يعني يقدروا، هما اقوى اثنين موجودين دلوقتي، فهم يقدروا يلعبوا هما الاثنين، فان شاء الله يبقى مصطفى محمد وتحتيه محمد شريف. يعني طبعا صلاح ما فيش حد هيلعب عليه ده اكيد، مصطفى محمد عشان محطه بيبقى افضل بالنسبه لسياسه المدرب او خطته، بيحب اللي هو راس الحربه المحطه، ومرموش طبعا عشان جاهزيته اكتر من تريزيجيه ومن رمضان صبحي. ان شاء الله يكون الثلاثي الامامي طبعا محمد صلاح وعمر مرموش، وان شاء الله يكون طبعا راس الحربه الصريح هيكون محمد شريف، لان محمد شريف يتميز بقدرات عاليه جدا، وخصوصا ان هو يقدر يجيد اللعب على الاطراف كويس، وهو طبعا الافضل بكتير. مصطفى محمد استبعده من ناحيه يعني ممكن اتوقع مصطفى محمد ينزل، بس ينزل في الجانب اللي هو بتاع الاخر ربع ساعه الحاجات دي، يقدر التحامات وكده. انما كلاعب قدام نيجيريا طبعا نيجيريا هتكون مقفله المساحات اللي ورا كويس، ومحتاجين واحد يكون يعني في التحركات الاماميه يكون بيعرف يتحرك على الاطراف كويس. محمد شريف ذكي ومهاري جدا، وبيقدر يعني ممكن لو كره مثلا من ناحيه الطرف او حاجه بيقدر يروح من عليها ويعمل زي نظام كورسات عرضيه او حاجه من دي، ويقدر واللعب برجله كويس، والتصويات من خارج ال18 كويسه جدا، ان كان بشمال بالرجل الايسر او الرجل الايمن، هو يتفوق كتير بصراحه.